يلا كرمال الله ردي علي بقى. ألو، شو في عمتي؟ لكي جنفي، بترجاكي ساعديني، ما لي غيرك يساعدني بالبيت، بترجاكي جنفي. روقي روقي، شو صاير معك؟ يلا حكيلي. وقعت بمشكلة كبيرة كبيرة كتير. تعي وافتحي لي الباب بسرعة بترجاك. الباب؟ ايه، في حدا قفل الباب من جوا وما عم بقدر افتح. قصدك في حدا قفل باب غرفتك من جوا عمتي؟ لا لا، مو غرفة النوم، قافلين باب البيت. ليش انتي برا البيت؟ بترجاك جنبي لا تسأليني هلأ ولا سؤال، بدي منك تجي فوراً وتفوتيني على البيت. إذا عرفت أمي والله بتبهدل. جنبي الله يوفقك، تعي بسرعة. روقي لا تطولي علي ولا تخبري حدا، لأنه فوراً رح يروحوا ويخبروا أمي ووقتها رح تزعل وأكيد أكيد رح تبهدلني. روقي عمتي خلص جاي لعندك فوراً، ما بتأخر عليك. جنبي لا تتأخري علي. روقي يلا تعالي اعدي عمتي، عادي. ما بعرف كيف هيك صار، يا ترى مين اللي قفل الباب بعد ما رحت؟ لو لاقي شو كان صار. اهدي شوي عمتي. اشربي ماي. جيب لك كمان. انا لبكتك، ما بعرف شو بعمل بدونك. لولاكي خلص اكيد كانوا حسوا علي وقالوا لامي. انا بعرف انه عندك اسئله كتير جنفي، انا مستعده اني جاوبك على كل اسئلتك. انت سويتي معي معروف كبير وما رح انسى لك يا بحياتي. انت اكيد مستغربه شو كنت عم بعمل برات البيت. سألي اللي بدك اياه وانا جاهزه جاوب على كل شيء. انا ما بدي اسالك اي شيء هلا نهائيا، بس صدقيني انا كتير حابه اقول لك وين رحت جنفي. عمتي بس ترتاحي فيكي تحكي لي. صدقيني كل واحد فينا عنده اسرار وما بيحكيها الا وقت يكون جاهز، المهم تروقي هلا. بس انا جنفي. روقي عمتي هلأ الوقت كتير تأخر ولازم تقومي تروحي على غرفتك قبل ما يحسوا. يلا قومي.